قصص الصالحين الأبرار المؤمنين. علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين. قصص الصالحين الأبرار المؤمنين. علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين. علمنا كيف نجيء رحاب الحب وكيف نضيء سماء العلم ولا لنسيء كي نتحلى بخلق الدين. علمنا يا الله شذى الإيثار وطيب صفاء وكيف الزهد وكيف رضا لكي نتحلى بخلق الدين. قصص الصالحين. عبد الرحمن بن مهدي. في مدينة البصرة بالعراق كانت تنتشر حلقات العلم، وكان الكثيرون يرتادون هذه الحلقات، وكان من بين من يرتادونها شاب ذكي مخلص، إنه عبد الرحمن بن مهدي، شاب سيتسبب له علمه في موقف صعب، فما الذي حدث وكيف سيتصرف؟ أريد منكم أن تحفظوا ما سمعتم من أحاديث اليوم وتستذكروا ما شرحت لكم معانيه، فلن أخبركم بالمزيد حتى تعوا ما درستموه من قبل. أنا حفظت كل ما قلته اليوم يا إمام، ويمكنني أن أعيد تسميعه وشرحه. دائما أنت هكذا يا عبد الرحمن، متحمس، أنت خارج المنافسة أيها الشاب. أريد أن أستزيد من العلم، وما دمت قد أتقنت ما درستني إياه يا إمام، فلما لا أسعى إلى المزيد؟ ولما لا تجلس مع زملائك وتساعدهم في شرح ما أخذوه اليوم؟ لا إله إلا الله، سبحان الحي الذي لا يموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هيا هيا يا أبنائي، استعدوا لصلاة الظهر ثم الصلاة على الجنازة، دعونا نأخذ أجر المشي في الجنازة وحضور الدفن والدعاء للميت. وفي الجنازة: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمها الله، كانت امرأة صالحة. جزاك الله خيرا لحضورك جنازة أمي يا سيدي عبيد الله. لا تقل هذا يا أخي، يجب على المسلم أن يوازي أخاه. أنت قاضي البصرة ومسؤولياتك كثيرة يا سيدي، ولكن المسؤولية لا تعفي صاحبها من أداء الواجب المفروض عليه. كيف تتكلم هكذا أمام عبيد الله العنبري قاضي البصرة؟ أنا أؤكد على ما قاله. أصبت أيها الشاب، لو لم أقم بواجبي لما استحققت منصبي. إنه شاب صغير لا يقدر مسؤولياتك، ولا عجب في أنك حليم عليه، فأنت تقابل من هم أسوأ حالا منه من أهل النار. من تعني بأهل النار؟ أولئك المجرمين الذين يرتكبون جرائم فظيعة مثل القتل ولا يتوبون، أليس صوابا أن القاتل من أهل النار؟ إن قلت إنه من أهل النار فأنت مصيب، وإن قلت إنه من أهل الجنة فأنت مصيب أيضا. ماذا؟ ألم يتوعد الله عز وجل من قتل ولم يتب بالنار؟ هذا صحيح، ولكن ربما غفر الله للقاتل وأدخله الجنة، ومن يملك رحمة الله؟ فلذا يجوز القولان. أخطأت يا سيدي. أنت مجددا أتجرؤ أن تخالف رأي القاضي وأنت ما زلت صغيرا ليس لديك مثل علمه؟ انصرف
انصرف من هنا. هيا هيا هيا. اترك. ما الصواب إذن أيها الشاب؟ الصواب أن أقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ولا ننسى قوله تعالى في كتابه الكريم على لسان ابن آدم الذي قال لأخيه عندما علم أنه يريد قتله: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. وهذا ليس معناه إنكار رحمة الله، ولكننا نقول ما ورد إلينا عن ربنا ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونترك مشيئة الله له سبحانه. فلا ندعي صواب قول من قال ما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. أنت محق أيها الشاب، وأنا أخطأت. أعود إلى الحق صاغرا. لقد أصبت أيها الشاب. ألا تخاف على هيبتك يا سيدي عبيد الله؟ عندما تتراجع عن كلامك بسبب شاب صغير كهذا؟ لأن أكون تابعا في الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل. ما اسمك أيها الشاب؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، سيكون لك شأن بإذن الله، فأنت ذكي حاضر الذهن جريء في الحق. كانت هذه من أبرز صفات عبد الرحمن، إنه لم يكن يخشى في الله لومة لائم، ولم يكن يصمت عن الحق أبدا. وكان عبد الرحمن يعرف جيدا قدر علمه، ولم يمنع علمه هذا عن أحد أبدا. ما أخبار دراستك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن المديني؟ لقد حفظت الكثير من الأحاديث على يد واحد من كبار الحفاظ، وقد أتقنت كل ما علمني إياه. ومن هذا العالم الجليل؟ إنه سليمان. ما شاء الله، سليمان بن مهران بحق من أهم من يحفظون ويروون الحديث الشريف. هو أهم من عرفت من العلماء حتى الآن، ولا أظن أن أحدا لديه من العلم ويحفظ من الأحاديث مثله. ماذا بك يا إمام؟ أتريد أن تستزيد من الحديث فعلاً؟ بالطبع. إذن سأحدثك بأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أدري إن كنت سمعتها من الإمام سليمان بن مهران أم لا. قل يا إمام. وانطلق عبد الرحمن يحدث ابن المديني، ولم يكن ابن المديني قد سمع أي من الأحاديث التي يخبره بها عبد الرحمن، حتى أكمل عبد الرحمن 30 حديثا شريفا. أتمنى أن أكون قد حدثتك بأحاديث تفيدك. بالطبع يا إمام. أتعرف ما يبهرني حقا؟ ليس فقط أنني لم أسمع هذه الأحاديث من قبل، بل إنني لم أروي عن شيخ أو راو واحد ممن رويت عنهم. الحمد لله على نعمة العلم. إنه درس لي ألا أتوقف عن طلب العلم، وألا أقنع أبدا بما لدي. شكرا على هذا الدرس يا إمام. ورغم علم عبد الرحمن الواسع، إلا أن هذا العلم لم يكن يزيده إلا تواضعا لله عز وجل. هل يمكنني الانضمام إلى حلقتك اليوم؟
مرحبا يا سليمان بن مهران، بالطبع يمكنك الانضمام، بل أرجو أن تحدث تلاميذي بما فتح الله عليك من العلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا ابن المديني. ولكن أعتقد أنه يجب علينا أن نجلس إلى شيخنا الجليل في البداية. السلام عليكم يا معلمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله يا إمام، أتمنى أن تكون فخورا بتلميذك. لطالما كنت فخورا بك يا عبد الرحمن. غريب أمرك يا عبد الرحمن. ما الغريب يا سليمان بن مهران؟ تجلس إلي وإلى ابن المديني تلميذي وإلى شيخك ومعلمك بنفس الحماس. هذا أمر طبيعي يا سليمان بن مهران، إذا لقي الرجل من هو أكثر منه علما فهذا يوم غنيمته، بالتأكيد سيستزيد من هذا العلم، ولذا أسعد بلقاء شيوخي. وإذا لقي الرجل من هو مثله في العلم تبادل معه الحديث في العلم وتذاكراه فيما بينهما وتعلما من بعضهما، ولذا أسعد طبعا بلقائك. أما إذا لقي الرجل من هو دونه في العلم فينبغي أن يتواضع له ويعلمه مما فتح الله به عليه، وهذا ما أفعله مع ابن المديني ومع كل تلامذتي وكل من يطلبون العلم. ما أجمل كلماتك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك وزاد بصيرتك نورا. ولأن الناس جميعا كانوا يعرفون قدر عبد الرحمن بن مهدي، فقد كانوا يريدون أن يستفيدوا من علمه، وخاصة الأمراء الذين كانوا يطلبون من عبد الرحمن أن يعلم أبناءهم. ومن هؤلاء الأمير جعفر بن سليمان الذي علم عبد الرحمن ولده. يا إمام، عندي مسألة أود أن أطلعك عليها. قل يا بني. أليس الإنسان هو أفضل المخلوقات التي كرمها الله؟ بلى. أعتقد إذن أن الله عز وجل بما أنه كرم الإنسان فقد خلقه أيضا على هيئة هي أقرب للكمال. وأحاول أحيانا أن أصف الله عز وجل شكله مثلا، فأتخيل أن توقف يا بني. ما الأمر يا إمام؟ ألم تقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ أعرف، ولكني أحاول أن أتخيل. إذن أجبني عما سأسألك عنه، فإن توصلت إلى إجابة عن سؤالي سأوافقك على ما تحاول تخيله. سل يا إمام. قال العلماء في تفسير قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. والآن صف لي أحد المخلوقات الذي يمتلك 3 أجنحة، وأخبرني أين يمكن أن يوجد الجناح الثالث. لم أرى مخلوقا كهذا من قبل، ومن الصعب تخيله. فإذا كنا نعجز عن وصف المخلوق فهل نستطيع وصف الخالق؟ أصبت يا إمام، أقنعتني وصوبت خطئي. الحمد لله الذي جعلني أحد تلاميذك. رحم الله الإمام عبد الرحمن بن مهدي الذي أفاد الكثيرين وعلمهم مما وهبه الله من العلم.
علمنا كيف نجيء رحاب الحب وكيف نضيء سماء العلم ولا لنسيء كي نتحلى بخلق الدين. علمنا يا الله شذا الإيثار وطيب صفا وكيف الزهد وكيف رضا لكي نتحلى بخلق الدين من قصص الصالحين. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.